التي لنفي الجسم. عمل إن نجعل لي لا في نكرة مفردة إن جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رابعة وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا معتل مبني يلي فافتح أو ينصبا أو يرفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبوا أو يرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال نعتذي الفصل انتما وأعطل مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. لأن في الجنس وتسمى للتبرئة وشبهت في عملها بإن قالوا الشيء يحمل على نظيره ويحمل على ضده إن موغل في الإثبات ولا موغل في النفي حمل الشيء على ضده عملت عملها إن تنصب الاسم وترفع الخبر تشبهها من وجهين آخرين إذا خفت إن صارت إن حركة في السكون ولا حركة في السكون بينما شبه آخر يختصان بالدخول على الأسماء. المشبه بالشيء لا يكون مثله تماما إن تعمل دون شروط تعمل في النكرة وفي المعرفة ولا عملها مقصور على النكرات لا تعمل المعرفة إن يوصل بينها وبين اسمها وتعمل فيه تنصبه ولا إذا فصلت من اسمها لا تعمل فيه وبالجملة لأن في الجنس إذا استكمل 7 شروط كان صار إعمالها واجبا أن تكون نافية والمنفي بها الجنس وأن تكون نصا في النفي وأن لا تتكرر وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن لا يوصل بينها وبين اسمها وأن لا يتصل بها حرف لا يسبقها حرف جر مثل قدمت بلا زاد وغاضبت من لا شيء يبطل عملها في هذا. إذا استكملت هذه الشروط 7 صار إعمالها واجبا مثل لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة لكن بينهما تفصيل. إذا كانت مفردة واستكملت الشروط الأخرى صار عملها واجبا وإذا كانت مكررة صار عملها جائزا. لك تقول لا رجل ولا امرأة في الدار ولك تقول لا رجل ولا امرأة في الدار. النص لا حول ولا قوة إلا بالله بإعمالهما والآية من بعد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بطل عملها بسبب تكرارها والبعض أعملها. عمل المفردة فانصب بها مضافا أو مضايعة انصب بها المضاف إذا كان اسمها مضافة أو شبيه بالمضاف عملها فيها النصب وهو معرب. تقول لا طالب علم محروم مضاف طالب اسمها منصب وعلم مضاف إليه محروم خبرها والشبيه المضاف تقول لا طالعا جبلا كسول لا حسنا عمله مبغوض لا خيرا من زيد بيننا. شبيه المضاف هو اسم اتصل به ما يتم معناه اسما انتصب به اسم انتصب به أو اسم رفع به أو اسم انجر بحرف جر تعلق به من لا خير من زين بين وضع. وبعد ذلك الخبر اذكر رافعة قال رحمه الله وركب المفردة فاتحة إذا كان اسمها مضافا أو شبيها فهو منصوب إذا كان مفردة قال ركبه معها تركبة تركيبة 15 تقول لا رجل في الدار لأن في الجنس لأن في الجنس رجل اسمها مبني على الفتح الماضي نصب في الدار جار ومجرور متعلق بحذف خبر ونقوله وركب المفردة فاتحا افتحه إذا كان اسمها مفردا وهو في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها فإنه يبنى على ما ينصب به فيبنى على الفتح نحو لا رجل ولا رجال ويبنى على الياء في نحو لا مسلمين أو لا مسلمين ويبنى على الفتح وعلى الكسر في نحو لا مسلمات أو لا مسلمات في أرض كفار يبنى على ما ينصب به وركب المفردة فاتحة كلا حول ولا قوة إذا تكررت قال لك إعمالهما معا وإلغاؤهما معا وإعمال إحداهما وإلغاء الأخرى فإن عملت الأولى قلت لا حول ولا لك في الثانية أن تقول لا حول ولا قوة أعملت الثانية كما أعملت الأولى ولك أن تقول لا حول ولا قوة بنصب الثانية إتباعا لمحل اسم الأولى لأنه مبني على الفتح في محل نصب
لا حول ولا قوة لا نفي الجنس. حول اسمها مبني على الفتح ماضي نصب. قوة قوة أتبعته لمحل الاسم الأولى. ولك أن تقول لا حول ولا قوة بإلغاء الثانية أو إعمالها عمل ليس أو زيادتها. واضح؟ لأن بعدها مبتدع. إذن إذا أعملت الأولى عملت الأولى صار لك في الثانية وجه ثلاثة وجه. الإعمال والنصب ورفع ما بعد إلغاء رفع ما بعدها. رفع معطوف على محل لا واسمها. لا الأولى واسمها في محل رفع وقع في محل رفع محل المبتدأ. ولك أن تقدر عامل عمل ليس العامل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. مثلا أو ألغيتها فما بعدها مبتدأ. زيادة تقدر أنها زائدة. فإن عكست فإن عكست أهملت الأولى لك في الثانية وجهاني. الثانية عند إعمال الأولى واثنان في الثانية عند إهمال الأولى. أنا قوله وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثانية على مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. وإن رفعت أولا لا تنصب بل ارفع وافتح